واحد من أكبر الكوارث الطبيعية اللي شهدتها مصر هو زلزال 1992، واللي بتحل اليوم ذكرى الـ 32 على حدوثه. الزلزال المدمر كان سبب في تشرد المئات ومصر على العشرات، ويعد الأكثر تأثيراً على القاهرة بعد زلزال 1847. الزلزال حصل في الساعة 3:09 عصراً تقريباً، وبلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر. كان مركزه السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القاهرة، واستمر لمدة 30 ثانية تقريبا. أصاب الزلزال معظم بيوت شمال مصر القديمة بتصدعات، وبعدها انهار، وتسبب في وفاة 545 شخص وإصابة 6512 آخرين، وشرد حوالي 50,000 شخص. يعتبر الزلزال ده الأكثر تدميراً من حيث الزلازل اللي أثرت في القاهرة، وشهدت مصر عدة توابع ليه استمرت على مدار 4 أيام، وأدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة ب 9,000 مبنى، وأصيب 216 مسجد و350 مدرسة بأضرار بالغة.